في البداية مساء الخير محمود. فعلا انطلقت قبل قليل تظاهرات الإطار التنسيقي تحديدا عند البوابة بوابة جسر المعلق، وهي أحدى بوابات المنطقة الخضراء والتي أغلقتها طبعا القوات الأمنية صباح هذا اليوم خشية من دخول المتظاهرين إلى داخل المنطقة الخضراء. لكن بعض المصادر تتحدث عن أن متظاهرو الإطار التنسيقي كانوا قد وصلوا إلى الحاجز الأول، بمعنى هناك أكثر من حاجز أمني قبل الوصول إلى البوابة الرئيسية، هم عبروا الحاجز الأول. لا نعلم هل ستتكرر هذه المحاولات للدخول إلى المنطقة الخضراء أم لا، لكن على الأقل أن التظاهرة بدأت الآن بالقرب من الجسر المعلق. ربما بعض الأحداث سترافق هذه التظاهرات، لا نعلم ردات الفعل من قبل التيار الصدري أو حتى من قبل الإطار التنسيق على هذه التظاهرات. طيب سامر، يعني أرجوك للمشاهد غير العراقي الذي هو قلق ويتابع الآن، أنت قلت تتحرك من عند جسر المعلق والمفروض أنها تدخل، يعني هل وصلت المنطقة الخضراء؟ ونحن نرى صور الحقيقة توضح القفز من فوق أسوار المنطقة الخضراء إلى الداخل، يعني لو تشرح لنا جغرافية المكان نفسه من الجسر المعلق إلى البوابة الأولى أو الحاجز الأول وصولا إلى المنطقة الخضراء. واضح في استخدام صور تفريق للمياه من قبل الأجهزة الأمنية أيضا، تفضل. نعم محمود، لو عدنا بالذاكرة قليلا نتحدث عن منطقة الجسر المعلق وهي إحدى بوابات المنطقة الخضراء، حيث تظاهر الإطار التنسيقي على مدى شهرين على نتائج الانتخابات بحسب ما نذكر. الآن نفس المنطقة الجغرافية وهي إحدى بوابات المنطقة الخضراء طبعا التي تفصل منطقة الكرادة عن المنطقة الخضراء، جسر وهو الجسر المعلق من خلاله يتم الدخول إلى المنطقة الخضراء بالقرب طبعا من السفارة الأمريكية والقصر الحكومي وبعض الدوائر المهمة. لكن محمود، يحاول أنصار الإطار التنسيقي الدخول إلى المنطقة الخضراء بحسب ما تتحدث منصاتهم الإعلامية أو حتى المنصات الإلكترونية، يحاول أنصار الإطار التنسيقي الدخول إلى المنطقة الخضراء. في البداية نجحوا بعبور الحاجز الأول، لا نعلم هل ستستمر هذه المحاولات إلى حين الدخول إلى المنطقة الخضراء أو ستنجح القوات الأمنية بمنع دخولهم، خاصة وأنها نشرت الكثير من القوات الأمنية إن كان على مستوى قوات حفظ القانون أو حتى على مستوى الفرقة الخاصة وهي المسؤولة طبعا عن حماية المنطقة الخضراء، يضاف لها طبعا الأسلاك الشائكة والكتل الخرسانية. الصدريون في البرلمان وحول البرلمان والبرلمان داخل المنطقة الخضراء، وبالتالي إن سمحوا أو نجح متظاهر الإطار التنسيقي في القفز والدخول إلى المنطقة الخضراء، إذن المواجهة محتملة. هل هذا هو يعني تفسير صحيح سامر؟ نعم محمود صحيح، لكن الجغرافيا تختلف. نحن نتواجد الآن في البرلمان العراقي حيث يتواجد أنصار التيار الصدري وهي البوابة الشمالية للمنطقة الخضراء، بينما يحاول أنصار الإطار التنسيقي الدخول من البوابات الجنوبية، تتحدث عن مسافة 2 إلى 3 كيلومتر لحين التقاء الطرفين التظاهرتين. لكن على ما يبدو أن القوات الأمنية وضعت بعض الحواجز، إضافة إلى طبعا بعض اللجان الأمنية التي شكلت من قبل المحتجين والمتظاهرين الذين ينتمون طبعا إلى التيار الصدري، ربما لمنع التقاء التظاهرتين إن صح التعبير. هنا يعتصم أنصار التيار الصدري لليوم الثالث على التوالي، بينما الإطار التنسيقي ومن معه طبعا من أنصار يحاولون الدخول إلى المنطقة الخضراء. هم كانت لهم أهداف بحسب ما يقولون طبعا، إنهم يحاولون إسقاط حكومة الكاظمي من خلال محاصرة القصر الحكومي إضافة إلى منزل مصطفى الكاظمي. لكن على ما يبدو أن القوات الأمنية حاضرة في هذا المكان، ومن الصعب جدا عبور هذه يعني هذه الحواجز. يعني سامر، الحقيقة سامر كان متواجد، بس عشان نوضح للمشاهد الكريم الذي يتابعنا الآن على شاشتنا، سامر كان متواجد داخل البرلمان. المتظاهرون اللي داخل البرلمان من التيار الصدري، المتظاهرون اللي خارج المنطقة الخضراء ويريدون الدخول المنطقة الخضراء من الإطار التنسيقي، وبالتالي فكرة الحسم والفصل في عدم دخولهم إلى المنطقة الخضراء هذا قرار الأجهزة الأمنية التي قالت سأفصل بين المتظاهرين. هل يمكن الدخول إلى المنطقة الخضراء؟ إن دخلوا ستكون هناك مواجهة، وبالتالي هذا الخوف الكبير المطروح. سامر عاد إلي مرة أخرى. سامر، كان هناك تحريك للصدريين لبعض المحافظات، أنا عارف أنك
في البرلمان وفي داخل المنطقة الخضراء، لكن قد تصلك معلومات إذا كانت فعلا هناك محافظات لبت الدعوة للتيار الصدري وبدأ هناك تحركات، إن كانت معلومات تصل إليك. نعم محمود، نحن نتحدث عن دعوة أطلقها مقتدى الصدر يوم أمس، ربما لاقت قبولا إن كنت ترى من خلفي بعض اللافتات التابعة للعشائر العراقية التي دعاها مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري للمشاركة في هذا الاعتصام المفتوح الذي ربما يستمر على الأقل نحو أسبوع من الآن. أضف إلى ذلك هناك بعض المنتمين إلى المحافظات الجنوبية ومحافظات الفرات الأوسط، أيضا اليوم وزير القائد وهو محمد صالح العراقي الذي يعرفه الصدريون يؤكد بأنه يطلب من المحافظات العراقية عموما وليس محافظات بعينها للخروج بهذه التظاهرات، لتكون هذه التظاهرات تظاهرة شعبية عراقية وليست تظاهرة صدرية فقط. نعم سامر الكبيس، الأهازيج الجنوبية التي يرددها أنصار التيار الصدري منذ ساعات الصباح الباكر، هم يأتون إلى هنا تحديدا إلى مبنى البرلمان العراقي لتأييد زعيمهم مقتدى الصدر، البعض حتى من العشائر التي تسكن غرب العراق وشرق العراق، ربما حتى البعض منها لبى ما يريده مقتدى الصدر عندما قال أريد العشائر العراقية أيضا أن تأتي إلى هذا المكان وأن تكون ضمن هذا الاعتصام الشعبي المفتوح. ننوه فقط سامر للمشاهد الذي يتابعنا على شاشتنا من ناحية اليمين، حيث يقف سامر الكبيسي المعتصمون من التيار الصدري في داخل البرلمان، وسامر أشار إلى شيوخ القبائل الذين تواجدوا الآن. على اليسار من شاشتنا المتظاهرون من الإطار التنسيقي، يعني لم يكملوا الساعة حتى الآن من البداية، لكن الساعات القادمة ستكون حاسمة، يحاولوا أن يدخلوا المنطقة الخضراء ولكن الأجهزة الأمنية تمنحهم. سامر سنكون معك تباعا، وأيضا مع التظاهرات التي يطلقها الإطار التنسيقي. سامر شكرا جزيلا لك.